لما لا تجاهلون الاستقلال من قيود المشركين والكفار؟ أيها الشباب المسلم، تذكروا لما لا تزيمون عرب المشركين على المسلمين، وبأي شيء صار المسلمون المسلمون، حيث قال الله سبحانه وتعالى: لا يجوى الذكر وفي فيض من العطر هنا. الحمد لله ولي النعمة، وصلاة وسلاما على نبي الرحمة الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وعلى آله وأصحابه الذين تبعوا السنة. وبعد، فقد عبر الله سبحانه في القرآن الفرقان: أستعيذ بالله من رجيم الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال الحبيب الأمين في الحديث المبين: الجهاد ناظم إلى يوم القيامة، صدق الصادق إنه لمن الصادقين. حضرة رئيس الحفلة الكريمة ومدير ومديرها البارعة وأساتذة الأجلة والمستمعون البارة، أرحبكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وسوداء فؤادي على حضوركم الميمونة في هذه الحفلة القيمة. أيها الأحبة، إني أشتاق إلى أن أخطب بين أيديكم خطبة عربية حول الجهاد في سبيل الله وأهميته وضرورته في هذا العصر، مستعينا بالله وهو ولي التوفيق إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة بالله، الجهاد في الله بذل الجهد والوقت والمال في سبيل الدين. وفي اصطلاح قال أبو حنيفة: الجهاد بذل الجهد، الجهاد بذل الجهد والوسع والوقت والمال في سبيل الدين. وقال الشافعي: الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. فعلم من هذا أن الجهاد هو القتال في سبيل الله مع الكفار لإعلاء كلمة الله. أيها الطلبة العظام، الجهاد في الإسلام أمر عظيم ومهم، وأهميته كبيرة في بقاء الدين وتوسعته وإحسابه. لما لا تجاهلون الاستقلال من قيود المشركين والكفار؟ أيها الشباب المسلم، تذكروا لما لا تزيمون عرب المشركين على المسلمين، وبأي شيء صار المسلمون المسلمون، حيث قال الله سبحانه وتعالى: حيث قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم لا تضرهم شيئا. قال الحبيب الأمين في الحديث المبين: إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الجنة حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهادكم. هذا الحديث يرشدنا إلى أن الظلم والعذاب والذلة قد نزلت على المسلمين بترك الجهاد والقتال، فليس الحل في هذه الأحوال الأوضاع المسلمين، لأجل التارغ والأوضاع المسلمين والإعدام وحصول القوة في سبيل الله، لأن التاريخ شاهد لنا ما استقلت بلاد المسلمين بعد الاحتلال بيد الكفار والأعداء إلا بالجهاد. أيها الشباب المسلم، فأقول أخيرا: الجهاد فرض وضروري على المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا في الجهاد في سبيل الله، وعلى الله توكل وهو المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.